مشاهدينا لمزيد من التفاصيل وتعقيب على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. يا دكتور برحب بك معنا. يا أهلا وسهلا بك أهلا بك. يعني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرقت لأهمية زيادة العملة الصعبة وضرورة الوصول لمعدلات تكفي للإنفاق على التصدير أو على الاستيراد، يعني كيف يمكن تحقيق ذلك من وجهة نظرك؟ ما هي المعايير المطلوب تحقيقها للوصول إلى هذه النقطة؟ في البداية برحب بحضرتكم أستاذ المشاهدين. طبعا احنا بنتكلم في الاساس على مصادر العمله الاجنبيه اللي عندنا، ونشوف الاستغراقات اللي تمت في خلال العام الماضي اللي تاثر بالازمات العالميه عشان نبتدي نصيغ. هي الموضوع محتاج صياغه لمستهدفاتنا. انا بتكلم النهارده خمس مصادر اساسيه هي مصادر النقد الاجنبي، بيتم منهم الانفاق على اوجه الانفاق اللي في الموازنه، بيبقى عندي متطلبات شهريه، عندي التزامات ماديه على الموازنه العامه، دي كلها وجبه السداد، والحمد لله مصر لم تتاخر في سداد اي التزام عليها. لكن هو النهارده المشكله، النهارده الازمات العالميه القت بظلالها على الدخل المصري، خرج من عندي ما يفوق ال 22 مليار من الاموال الساخنه اللي كان بيتم استثمارها في اذون خزانه في الدخل المصري، سببت عندي مشكله. السياسات الانكماشيه اللي اتخذتها البنوك الفدراليه على مستوى العالم تسببت في رفع سعر الفائده، وده عدو الاستثمار، سبب عندي مشكله ادى الى زياده قوه العمله الشرائيه للعملات الصعبه وضعف في القيمه للعمله المحليه. يعني اغلب المدخلات اللي بتتم عندي في عمليه الانتاج هي في الاساس مستورده، فهي بالفعل. كل اللي احنا بنتكلم دوت هو ده الملخص المشكله اللي احنا بنمر بيها. فالنهارده انا يمكن الدوله اشتغلت في الفتره الماضيه على بعض على كل المحاور، لكن كان بيتم استهداف الاسس الاساسيه منها هي الاعتماد على المكون المحلي، تقليل الاستيراد وزياده الصادرات. هي يمكن هي دي يمكن الخطوط العريضه لوجهه العلاج، لكن تطبيقها نفسه في صعوبه. صحيح. لان بنتكلم النهارده على عجله الانتاج مرتبطه عندي بالاستيراد، فلابد النهارده افضل محافظ على تمرير المدخلات الانتاج اللي بحتاجها لاداره عجله الانتاج من جهه، ونمو القطاع الصناعي المصري ليدخل الصناعه المحليه بديل للمستورد، وده يمكن اللي اتكلمنا فيه كتير مرارا وتكرارا، وفي خطوات جديه لكن الازمات كانت اسرع من ردود الافعال اللي احنا بناخدها. فعشان كده النهارده احنا مطالبين النهارده زياده من الصادرات المصريه، مطالبين بضبط الاسواق المصريه وضبط مستهدفاتنا حتى نعرف ما لدينا تحديدا ويتم العمل عليه ويتم الاعتماد على الذات. النهارده الخروج من الازمه دي هي على مكوناتنا المحليه، اعتمادنا على الصناعات. نعم، وهذه المعطيات حتى تتحقق بالفعل لابد من معادله اخرى ان تتحقق. يعني السيد الرئيس عندما تحدث حملت كلمته العديد من الرسائل، تحدث في الاستقرار الامني، تحدث عن الوضع الاقتصادي الذي تاثر بالعديد من الازمات في دول الجوار والازمات العالميه. يعني برايك دكتور، يعني الاستقرار الامني وتوازيا مع جذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كيف تتحقق هذه المعادلة؟ خلينا احنا نقول الاستقرار الامني دلوقتي بقى هو يعني الثوابت ثابت اساسي. احنا بنتكلم النهارده لو ما فيش استقرار امني ما كناش هيبقى في المعطيات اللي احنا بنتكلم فيها دي خالص. احنا النهارده وصلنا في مرحله من وقت من الاوقات ان مصر كان بينفر منها المستثمر وبينفر منها المستثمر المحلي والاجنبي وبيخرج منها، حتى ما فيش قدره على خروج رؤوس الاموال الاجنبيه، كانت الامور كلها متازمه لغياب الامن والامان. لا، النهارده بتكلم على دوله فيها ثوابت موجوده، فيها ركائز تمت بالفعل، واحنا الحمد لله احنا واقفين على ارض صلبه بالرغم من الازمات العالميه اللي بيمر بيها العالم وبيمر بيها الاقتصاد المصري، لكن عندنا النهارده الادوات والاليات اللي بتمكننا ان احنا بنقول نقدر نناور ما بين هذا البديل وهذا البديل. يمكن هي دي الميزه اللي موجوده عندنا دلوقتي، ان كل الانفاق اللي ذهب في الفتره الماضيه ما ذهبش سودا، ذهب في مشروعات قوميه بنشوف ايجابياتها في ظل الازمات، كان فيها شكل الاستدامه، تم حفظ حق الاجيال القادمه في اللي احنا اللي تم انشاؤه النهارده. المشكله اللي احنا فيها هي مشكله وقتيه محتاجه معالجه جذريه بما تمتلكه الاقتصاد المصري من اليات ومكونات. هو يمكن هي الفكره في التوليفه دي اللي هي الوصول الى روشته علاج تمكن الاقتصاد المصري من عبور هذه المحنه، وتمكن الاقتصاد المصري من تعظيم
الاستفاده من موارده المتاحه. من النهارده احنا مش هنعمل اقتصاد جديد، لكن احنا بنفس الاليات المعانا نستغل الموارد الموجوده. بالظبط كده. النهارده المشكله على فكره، فكره ان انا ازود صادرات، على فكره في صادرات يمكن تطرق ليها سياده الرئيس في احدى لقاءاته، ان في صادرات مدخلاتها الاجنبيه اكثر بكثير من المدخل المحلي، فالعائد من وراها ما بيبقاش فيه يعني قيمه مضافه كثيره للاقتصاد المصري. لكن النهارده انا عاوز استهدف الصناعات الوطنيه اللي فيها مكون محلي اساسي ونسب عاليه، هو ده اللي هيعود عليا بالعمله الصعبه ويكون اغلبها للاقتصاد المصري. النهارده لما ازود من المحصولات الزراعيه واوجهها للاسواق الخارجيه، هو ده اللي هيعود بالنفع المصري. النهارده لما ابتدي انمي صناعاتي واللي كانت بيتم تصديرها بشكلها الخام واصنعها بشكل حتى نصف مصنع او منتج تام زي ما شفنا في بعض الصناعات الرمال السوداء او المصانع الكوارتز اللي في السخنه، هو ده القيمه المضافه، هو ده اللي هيعود بالنفع. بالطبع الازمات اللي بتمر بيها العالم النهارده على قد ما هي محن، لكن سلطت الضوء على ما تمتلكه مصر من مقومات قادره على الانجاح وقادره ان هي تخليها تنجح. نعم بالفعل، بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه التغطيه.